بهدف توعية المواطنين حول إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، قام أعضاء منصة تشاد أولا بحملات في كل من الدائرة الثالثة والسادسة والخامسة، حيث قدموا فيها رسائل للمواطنين مفادها ضرورة سحب بطاقة الناخب التي تؤهل كل مواطن في سن التصويت باختيار مرشحه في رئاسيات إبريل. وقد حظيت هذه الحملات بإقبال كبير من المواطنين. في كلمته منسق منصة تشاد أولا محمد صالح موسى شدد على ضرورة استلام هذه البطاقة. مرقنا سينا طوية للشعب اللي كلام يمرقوا يعني يصور ريسانسيما هنم ودونك من بعد صور ريسانسيما لازم أسكم كارت رقاء جايزة واجب نكل ملاقي مع مواطن يمشي يشيل كارت رقاء. من ناحيته رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة فرع العاصمة نجمينة بوكر آدم تشيري أشار إلى أن البطاقات متوفرة في مراكز الإحصاء. نشكر السيني قدرت رسبكتي أنجازو معنا ولا بلاتفورما لو تشات دابور ما قصرت وقت أنا ريسانسيما وقفت ورانا مراقبة الناس جوسو جولو اليوم قبل الناس المراقبتهم جوسو جولو قاتي ناديم خليهم يشولو كارتيم. نشكر البلاتفورم لتشات دابور ونطلب من الاسوسياسيون اخرين كل خليه يسوي ميشيل لتشات دابور. وللتذكير فان هذه الحمله ستواصل جولاتها لتشمل كافه دوائر العاصمه انجمينا.